دلوقتي احنا معانا مواهب جديده. يس ما تعملوش الصوت الا لما اقول لكم. كل واحد فيكم يطلع لي الحيوان اللي جواه. اتفضل يا يوسف، قول لي ايه الحيوان اللي في ايدك ده؟ اسمه ايه؟ البيرسرسور. اسمه بيسرسور؟ طب يلا طلع لنا مهارات بيسرسور. البرسر برس. ماشي. هو انت اي حاجه تقولها لي بالعكس؟ ايه مهاراته؟ بينور من سرته. ايه ده؟ وبيعمل ايه كمان؟ وبيتشقلب. وبيفسي بيطير. بيطير. شكرا لمهاراتك يا ريس يوسف. وبيقف. حلو. ودلوقتي معانا لطفي. ايه الوحش اللي طلع الوحش اللي جواه؟ معايا ايرون مان. ايرون مان بيطير وبيضرب ليزر. ورينا طيب اي مهارات هو بالكلام ده. بالفعل يا حبيبي بطاريه خلصانه ولا ايه؟ ده كده ما بقاش ايرون مان، ده كده بقى بقى بوربور مان خالص. وايدي مقطوعه. ايه ده؟ اكتع كمان. طب اركن بقى ده، اركن الوحش ده دلوقتي وشوف لنا وحش تاني. خش يا سمير. ايه؟ سوبر مان. ماله؟ سوبر مان. وده بيعمل ايه؟ بيطير وبيضرب بهارات وبيفسي وبيطلع نور من ايه؟ بيطلع نور من كرشه. من كرشه؟ من صدره. حلو حلو. بيقدر يعمل مهارات ويتشقلب. سوبر مان عنده كرش؟ اه. والله خرب سوبر مان. لا بس على فكره قول لي، معايا ده بتتخلع اجزاء وبيركبوا له اجزاء جديده؟ لا ما انت بتركب نفسك. تعالى يا واد، ايه اللي في ايدك اللي مش انت بتعايم اي؟ يلا عرض لنا الحيوان اللي جواكي. ديناصور. ايوه. والتاني ده ايه؟ لا المفروض تاخدي حيوان. سراج مان. طيب واحكي لنا عن المهارات بقى بتاعته. ايه؟ بيملى البامبرز بسرعه شديده وبيعيط على اي حاجه وبيعمل ايه كمان؟ بيحط اي حاجه في بقه. وبيحط اي حاجه في بقه. طب احكي لي عن الحيوان بقى اللي فيه. الديناصور. ديناصور. اسمه ديناصور؟ تعالوا نعمل حرب ديناصورات. يلا. لا ده كده معلومات جميله. ديناصور. عن الوحوش الاربعه. لو حد يجي جنب القهوه دي هقعد منتظر. ده ايه ده يا لطفي؟ اسمه ايه ده يا لطفي؟ سباينوسورس. سباينوسورس. اكبر ضخم. وده بياكل ايه؟ بياكل اللحوم. اللحوم؟ زي ده. ولا مؤاخذه بيعمل بيبي ايه؟ ايه ده؟ ما ياكل لحوم بيعمل بيبي ايه؟ مانجا. سمير قال لك مانجا عويسي. مانجا عويسي؟ اه. باتمان. ده الخور كده معايا. ده باتمان. ده مين؟ هايبر مان. دي شخصيه. طب انت بتفشخ له رجليه كده ليه يا ابني؟ اجيب له بواسير. هايبر مان. بيفتح حوض ده ولا ايه؟ بيضرب حيوط كده. عايزين انا؟ طب روح. بيضرب حيوط. كده احنا عرضنا لكم الوحوش كلها. وحوش على الديناصورات. كفايه عرض وحوش. ايه اللي على التلفزيون ده مش شايف اصلا؟ حيطان في ترينجسورس. ماشي ترينجسورس. لا مش ترينجسورس. امال ده ايه؟ امال ايه؟ لطفيه. ايوه لطفيه. نريد ان نصنع بعض الكرتونيات. بنتكلم عن ديناصور. كرتونيات. ما تبطل تخبيط بقى. ماشي كرتونيات. احكي لنا واحده كرتونيات كده. هل انت من مؤيدي الديناصور ام من مؤيدي السبيناصور؟ الديناصورات كلها. نعم نعم. وهل الديناصورات كلها بتاكل لحمه؟ لا في شويه منهم بياكل الاعشاب والحشائش. وهل كلهم بيعملوا بيبي زي بعض؟ امال في منهم حد بيعرق مثلا بيبيض؟ بيعملوا ايه بالظبط؟ لا الديناصور الام هو بس اللي بيبيض. لكن ابوه بيعمل ايه؟ الاب هو اللي بيحمل بيض يوم بتكون من الام راح تجيب الاكل لعيالها. جود بلاي. يعني حتى الديناصورات الام اللي بتروح تجيب الاكل والذكر يقعد جنب البيضه. سبحان الله. سبحان الله. لا بس الذكر التيركس يقدر يموت تيره. تيره؟ تيره. واحد تيره. ولا يموت الطيره اللي هي الدبان ولا يموت الطيره اللي هي ايه؟ ده وحش طاهر. بس بقى الافعى دي اللي في ايدك دي؟ الافعى. افعه ايه دي؟ مفيش افعى اسمها في عالم الديناصورات. مفيش افاعي ايام الديناصورات. قال لك على فكره كلام. على فكره لطفي كلامه صح والله. مفيش افعى في حاسه الديناصورات يا حماده؟ لا في. ايوه في ايه؟ في افعى. لا ومفيش في قناه الديناصورات هي افاعي عملاقه.
امال فيها ايه؟ اديك قلت عملاق، انا ما بقولش عملاق، حد جاب سيرت عملاقه. على فكره ديناصور الام هي الوحيده اللي تقدر مع الذكر يبقوا اقوياء طبعا، لكن لكن لو ما عنتازه يها مش هتبقى قوي. هيقعدوا يعملوا ايه بقى؟ صحيح. يطبخوا، هيقعدوا يعجنوا، يمسحوا ويغسلوا مواعين. لا امال الام بتسرق الديناصورات الثانيه عشان تجيبها جثث لعيالها. جود بلاي. طب الخضرويه، الخضروية ايوه اللي هم اللي بياكلوا على الخضره، بياكلوا خضروات يعني. اللي في ده العشبيه، اسمها العشبيه، العشبيه العشبيه، كائنات العشبيه. انا عارف يا عم، كبر دماغك. يلا ايوه يلا هنكمل معاكم حلقه ابو ديناصور كمان شويه. يلا شكشك سوره. سلام بقى. سلام سلام جود.